وشائعات تطارد عمالقة الفن الجزائري، خاصة الفنان عمر الزاهي الذي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكاذيب عن وفاته. التفاصيل في هذا التقرير لسارة بالحور. إذن نواصل دائما في هذا التقرير. وأصبح من الصعب السيطرة عليها، والفنان عمر الزاهي هو المستهدف في الآونة الأخيرة، حيث نشر نشطاء التواصل الاجتماعي أخباراً عن وفاة أحد أعمدة الفن الشعبي عمر الزاهي الذي يعاني منذ فترة من المرض، في حين العائلة الفنية المقربة من الفنان كذبت ما يتداول. ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها أنباء حول وفاة فناني الجزائر، فأنامل محبي نشر الشائعات لم يتركوا فناناً إلا وألقوا عليه أكاذيبهم، وعمر الزاهي ليس الوحيد، فمؤخراً الفنان هو رعوينات طالته هذه الأكاذيب فسرع إلى نفيها، والممثل عتمان عريوات أيضاً، وحتى الممثلة القديرة فريدة سابونجي التي فندت الخبر عبر قناة النهار. الموت يلاحق الأحياء بالإشاعة، والأكاذيب تحيط بالفنانين، والأسباب تبقى مجهولة، لا أحد يستطيع معرفتها.